في الفيديو اللي فات احنا رسمنا المسقط الثالث، استنتجنا المسقط الثالث اللي هو كان مطلوب المسقط الأفقي. دلوقتي ممكن يجي لك سؤال في الامتحان كالتالي، ان يدي لك يقول لك ان ده مسقط رأسي ومسقط جانبي وعاوز بس الايزومتريك او عاوز رسم المنظور فقط، وبالتالي انت دلوقتي مش هتبقى مطالب انك انت تنقل دول تاني، مش هتنقل المسقط الرأسي والمسقط الجنبي، لا انت هترسم المنظور على طول. يبقى في نوعين من الأسئلة على الجزئية دي، يا اما يقول لك استنتج المسقط الثالث وتبقى في الحالة دي انت مطالب انك انت ترسم المسقط الرأسي والمسقط الجنبي علشان تستنتج الأفقي، لان لا يمكن تستنتج المسقط الثالث بدون ما ترسم الاثنين دول، وهتبقى المسقط الرأسي والمسقط الجنبي دول درجة انا بديهم لك في الامتحان كهدية لانك انت بتنقلهم، ويبقى معظم الدرجة على الاستنتاج. والجزء الثاني من الأسئلة اللي ممكن يجي على الميسنج بروجكشن، ان انا اقول لك ده المسقط الرأسي والمسقط الجنبي، انا عاوزة تستنتج الايزومتريك على طول، وانت مش مطالب ترسم المسقط الرأسي والمسقط الجنبي الموجودين، او اذا كان المسقط الرأسي مع المسقط الافقي. هنبدأ دلوقتي نرسم الايزومتريك او نستنتج المنظور من المسقطين دول. طبعا عشان ترسم ايزومتريك فانت بترسم على 30 درجة. هنبدأ كده نشتغل واحدة واحدة ونشوف هنعمل ايه. عشان ارسم اول حاجة انت بتاخد خط ريفرنس، خط بالنسبة لك استرشادي، مش عاوز اقول ان هو ريفرنس لاين، ليه؟ لانك انت ممكن تنزل تحته او تطلع فوق حسب وضعية المنظور بالنسبة لك. ده خط استرشادي يعني بس نقطة بداية، وممكن امسحه في اي وقت. انا دلوقتي هروح رسمه خط 30. طبعا انت بترسم خلاص بالمسطرة مع المثلث 30، خط 30 من هنا وخط 30 من الناحية التانية. ودول برضو خطين استرشادين. خلي بالك وان احنا دايما متعلمين من رسم المنظور كل الخطوط اللي في المنظور بشكل عام، يا خطوط موازية للتلاتين اللي في الناحية اليمين، او خطوط موازية للتلاتين اللي في الناحية الشمال. والنوع الثالث من الخطوط خطوط رأسية عمودية على افق اللوحة بتاعك، مش عمودي على التلاتين خط اللي بترسمه على التلاتين، لان اللي هيعملوا فيكو عمود على الخط اللي هيترسم تلاتين هيطلع المنظور بتاعه غلط. يبقى الخطوط الرأسية اللي موجودة في المساقط اللي هو مديها لك هتتنقل هنا خطوط رأسية عمودية على افق اللوحة زي ما هي، وبقية الخطوط الافقية حسب وضعها، يا اما موازية للتلاتين اللي هنا يا اما موازية للتلاتين اللي هنا. طيب المشكلة التانية اللي هتواجهني، انا دلوقتي قدامي مسقط رأسي ومسقط جانبي. دايما معلومة تعرف ان المساقط عكس المنظور. ليه المساقط عكس المنظور؟ علشان مثلا المسقط الرأسي علشان يجي هنا، علشان يجي في الوضعية دي، والمسقط الجانبي الناحية التانية كان وضعه في المنظور ازاي؟ علشان انا اجيبه هنا، عشان اجيبه هنا ابص عليه من هنا والمسقط الجنبي يجي هنا، يبقى الجنبي بتاعي مكتوب ايه؟ ليفت فيو. يعني انا كنت بص عليه منين؟ من الشمال، واحطه في اليمين. فين الشمال؟ هنا بالنسبه لي ده الشمال، يبقى لازم يتحط المسقط الجنبي هنا، المسقط الجنبي لازم يتحط هنا عشان لما ابص عليه يبقى في الوضعيه الموجوده قدامي، والمسقط الراسي لازم يتحط هنا عشان لما ابص عليه خلاص يديني الوضعيه الموجوده قدامك. يبقى اتفقنا دلوقتي ده مكتوب عليه ليفت فيو، ليفت فيو يبقى لازم انا كنت بص عليه من ناحية الشمال واجيبه في اليمين، وبالتالي المسقط الرأسي هيبقى هنا. طيب هبدأ بمين فيهم الرسم، المسقط الجنبي ولا المسقط الرأسي؟ طبعا اسهل حاجة في الامتحان ان انا بص على ابدأ بالمسقط اللي هو عدد المستويات فيه اقل. يعني ايه عدد المستويات فيه اقل؟ طب ايه هو المستوى؟ هنا لو بصينا على الرسمة دي تبدأ بصرف النظر عن الخطوط المنقطة، ما بعدتش الخطوط المنقطة، انا هبدأ من النقطة دي، افضل ماشية كده معاها، هتلاقي نفسك وصلت لحد نفس النقطة من غير ما اي خط سليم يقطعها، وبالتالي ده كله مستوى واحد. انا ماليش دعوة بالخطوط المنقطة اللي موجودة هنا، ما بعدهاش، لانك لو عديت الخطوط المنقطة يبقى عندك كم مستوى؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. ده انا ما بعدش الخطوط المنقطة، ده كله كده بالخطوط السليمة مستوى واحد. يعني مستوى واحد يعني انا ممكن احطه كله ابدا بيه في الوجه ده كله على بعضه، مش هقف ومش هرحل. طب بالنسبه للراسي علشان اعرف عدد المستويات وافهم حكايه المستوى الراسي، اهو لو مشيت مع النقطه دي كده فضلت ماشي كده المستوى ده هيتقفل عندها كده، يبقى ده مستوى، ولو مشيت من هنا كده يبقى ده مستوى. يبقى الراسي كام مستوى؟ مستوى. مش محبذ انك انت
خلاص تبدأ بيه، انا هبدأ بمين؟ بالجنبي، وهرسم في المنطقة دي. طيب المشكلة الثالثة اللي هتقابلك، هبدأ منين؟ انا عندي الجنبي، في واحد هيبدأ من النقطة دي، في واحد هيبدأ من النقطة دي، مين الأصح؟ أنا دلوقتي المفروض ده يتحط على الشمال، يتحط بنفس الوضع، هاخده كده زي ما هو وأحطه هنا، يبقى النقطة دي يا شباب، النقطة دي اللي أنا بشاور عليها هي النقطة اللي أنا بادئة عندها الريفرنس بوينت، إن أنا هبدأ من عندها الرسم، يعني النقطة دي كده هي اللي موجودة هنا، وأبدأ أرسم خلاص المستوى الواحد كله على بعضه زي ما أنتوا هتشوفوا معايا كده. هبدأ أدي النقطة دي، أنا خدتها، الخط ده إيه؟ افقي، يبقى موازي للتلاتيني اللي هنا، لان انا هرسم على الشمال. طب الخط ده ايه؟ رأسي، الخط ده رأسي، فانا هطلع بيه عدل كده عمودي على افق اللوح، ادي الخط الرأسي. طب بعدين الخط ده ايه يا شباب؟ الخط ده رأس، هيبدأ منين؟ هاخد الطول ده وليكن مثلا 30، هقيسه من هنا كده وليكن على اخر الصفحة، واروح طالعة بالخط اساس ان دي 30، هطلع بالخط ده برضو رأسي عدل لفوق كده، رأسي عمودي على مين؟ على افق اللوحة زي ما احنا شايفين، ادي الخط ده. بعد كده دايما تقفل المستوى بتاعك، يبقى انا ماشية كده كده مشيت كده، يبقى فاضل مين؟ الخط اللي فوق، الخط اللي فوق المكتوب عليه 16 ده موازي لمين؟ موازي للافقي اللي هنا. طب الافق اللي هنا اهو اللي كان معمول على 30، يبقى ده يتعمل على 30. هاجي هنا كده هرسم الخط التاني اهو، ده موازي للي تحت، ادي 30. بعد كده انزل الخط ده، ده رأسي، يبقى هنا يتنقل هنا رأسي زي ما هو عمودي على افقي اللوحة بتاعك. نرسم الخط ده اهو كده، رأسي عمودي على مين؟ على افقي اللوحة. طبعا انت بتاخد الاطوال عندك من الرسمة، انا بحاول اجيب لان طبعا انا برسم بالوورد. بعد كده فاضل ايه؟ ان انا ارسم الخط الافقي ده اللي هو هيبقى موازي هنا للتلاتيني، مفروض ان هما الاتنين دول يلحموا مع بعض حالا، وكده يبقى انا رسمت. شايفين ان انا ابدأ بخلاص مستوى واحد سهل ازاي؟ ادي كده، يبقى انا عملت، طبعا هطول ده شوية، يبقى انا كده نقلت المستوى ده هنا. لو انت لما انت برضو تعمل تشيك على نفسك تبص كده، يبقى المفروض ده يتنقل نفس الوضعيه، فانتوا لو كنتوا بداتوا بالنقطه دي هنا كان المنظور بتاعك هيبقى مقلوب. طبعا في الامتحان لو انت عملته مقلوب، يعني ممكن ادي لك جزء من الدرجه ما اديلكش حاجه خالص وادي لك صفر. هنا بقى عاوز اكمل المنظور، النقطة اللي هتكمل منها المنظور، انت تراجع كل نقطة من دول، كل نقطة في المنظور المفروض يطلع منها ثلاث خطوط، خط منهم بيبقى موازي للتلاتين من الناحية دي، وخط موازي للتلاتين من الناحية التانية، وخط عمودي على افقي، رأسي عمودي على افق اللوحة. تعالى كده نراجع الخطوط، بالنسبة للنقطة دي طالع منها خط وخط هنا، والخط ده اللي انا هكمل بيه من ناحية مين؟ من ناحية الرأس، ما الرأس هيتحط هنا، فده الخط ده اللي هكمل بيه الرأسي. طيب بالنسبة للنقطة دي طالع منها كام خط؟ خط موازي هنا وخط عمودي، يبقى فيه لسه خط موازي للتلاتين الناحية التانية، هنطلعه وهيبقى طوله كام يا شباب؟ أنا دلوقتي رسمت ده عشان أطلع خط من هنا، يبقى هو ده بالظبط، يبقى هو ده الخط الأفقي اللي هو هيبقى فيه الرأسي، هيبقى موازي للتلاتيني اللي هنا. نرسم الخط ده، وطبعا هيبقى طوله بنفس خلاص الطول الموجود عندي اللي هو 40. هاخد الخط ده كده اهو وارسمه ايه، طبعا على فرض ان دي ايه 40، يبقى انا كده النقطه دي خلاص انتهت، مش هيطلع منها اي خطوط تانية، طلع منها ثلاث خطوط. طب بالنسبه للنقطه دي، النقطه دي برضو خلاص طالع منها خطين راسي وموازي للتلاتين، فلسه في خط موازي للتلاتين، الخط الموازي للتلاتين اللي هنا ده اللي هو هنا يا شباب، شايفين ده كده، ده انا خدت الخط ده اهو، والخط ده اهو المفروض يطلع فيه خط مماثل ليه من هنا علشان يديني المستوى اللي هنا ده. طيب انا هبدا ارسمه دلوقتي اهو كده، وهيبقى طوله كام؟ 40، بنفس الطول الثاني مماثل ليه. طيب انا دلوقتي ده مستوى، طب بس مش مقفول، لازم يتقفل، فانا لازم اوصل الخط ده بالخط بنهايه الخط الموجود عندي ده عشان اقفل المستوى بتاعي اهو.
طبعا هطول ده شويه. طبعا المشاكل دي انت مش هتقابلها في اللوحه لانك هتاخد ابعادك مظبوط. يبقى انا كده خدت المستوى ده اللي هو كان امتداد الجنبي من هنا. يبقى انا كده اشتغلت شويه كمان في الراس. يبقى الخط ده عملته في خلاص مقابل ليه علشان ابدا اعمل المنظور بتاعي، لان ده عباره عن ايه، مستويين. ليه انا خلاص المستويين؟ الخط ده بيمثل ايه؟ طبعا احنا اتفقنا ان المسقط الراسي بيلاشي كل الابعاد من الابعاد الافقيه. لما اعمل مسقط راس مجسم فكل الابعاد الافقيه عندي بتنطبق، اما انا لما باجي ارسم المنظور فبرجع الابعاد الافقيه تانية مكانها تاني بالاستعانه بالمسقط الجنبي لو كان موجود او افقي. نرجع خلاص نكمل المنظور بتاعي. انا دلوقتي خلاص المستوى ده المفروض يكمل، لان هنا دي نقطة طالع منها خطين، فاروح منزلة الخط الموجود بتاعي اللي تحت كده. يبقى ده مستوى. بس الناس المصحصحة معايا دلوقتي هتقول ان هنا في خطأ، لان المفروض ان الجزء ده اللي هو بيعبر عن المسقط الرأس اللي هنا هو مش كامل كده. ده هو ايه؟ ده هو متشكل فيه فراغ بالمنظر ده. طب انا عاوز اشكل الفراغ اللي موجود هنا، همسح الخط ده وابدا اشكل الفراغ بتاعي. انا وصلت النقطه دي فين؟ هنا في المسقط الراس اهي بالظبط كده. هدخل المسافه دي بس، حالا هدخل المسافه دي بس، بدل ما كنت انا عامله الخط شادي اهو موازي للتلاتين، دخلت كده. بعد كده اعمل ايه؟ اطلع المسافه اللي 16 عمودي على افق اللوحه، هطلع اهو عمودي على افق اللوحه. فانا همسح ده شويه عشان نكبره عشان يبقى مماثل للرسمه شويه. طبعا ما برسمش بابعاد، انت في اللوح هترسم عندك بابعاد. هاجي هنا هرسم الخط الرأسي اهو، وده عمودي على ايه؟ على افق اللوحه. وبعد كده اخد المسافه دي، ده خط ايه؟ افق موازي لمين؟ موازي للرأس، هيبقى موازي للرأس هنا وموازي لمين؟ لكمان للخط اللي هو 30. ادي جبنا الخط ماشي، واروح عاملة ايه الشكل بتاعي ده، طاير اللون بتاعه، انا عاوزاه اسود. نمسحه تاني، نعمله من تاني، نطير. ماشي شباب. طب بعد كده اعمل ايه؟ هروح نازله الحته دي تاني اهو برضو عمودي. طبعا انا باخد الاطوال، مش هيحصل عندي اي خطأ، انا باخد الاطوال من الرسمه الموجوده في السؤال في الامتحان. اروح عامله ده كده، كده انا شكلت نفس الشكل ده موجود عندي. برضو وانت بتخلص في الايزومتريك لازم تتاكد ان كل نقطه طالع منها 3 خطوط. النقطه دي طلعت منها 3 خطوط. طب النقطه دي في منها خط مفروض يطلع، بس الخط ده هيبقى منقط، انا ما برسمهوش في المنظور. وده برضو دي طالع منها خطين، هيطلع منها خط منقط كده، ودي برضو هيطلع خط منقط انا ما برسمهوش، بس دي هيطلع منها خط سليم اللي بتلاقيه مكمل عندك في بعض الرسومات وانت بتقول هو جاي منين. طبعا عشان المنظور معمول على 30 درجة فلازم دي تكمل لجوه كده، وهتبقى ايه؟ موازية للتلاتين الناحية التانية. ده اللي خلاص اللي ناقص عندك موجود. وساعات ناس كتير بتنساه في الامتحان، بتنقص عليها درجة او درجتين حسب الدرجات الموجودة على الايزومتريك. فاضل بقى نكمل الجزء اللي فوق. انا عملت ايه من الجزء اللي فوق؟ انا عاوز ارسم دي كلها. طيب بنفس الطريقة هشوف كل نقطة طالع منها كم خط. النقطة دي طالع منها خطين فلازم يطلع منها خط تالت، هعمله خط تالت. العرض بتاعه كام يا شباب؟ هفترض ان العرض كله كام؟ 40، وهرسمها كلها مرة واحدة. المفروض ان هو يبقى مماثل لده. وبرده الناحية التانية، الناحية اللي وراها نفس الحكاية، عشان انا هعمل مجسم. دي طالع منها خطين هيطلع منها خط تالت كده، وهتبدأ توصل ده بده. يبقى انا كده عملت مين؟ عملت المستوى اللي فوق مجازا دلوقتي. طبعا انت هتعمله في الامتحان بخط خفيف، لان انت شايف ان انا هرسم دايرة، يعني هرسم إليبس.
ده المستوى اللي فوق على فرض ان مفيش ده. طيب هنا المستوى اللي في الوش ده مين؟ اللي هو المفروض ده، صح؟ المفروض دلوقتي دي طالع منها 3 خطوط. طب دي مش طالع منها 3 خطوط، هطلع منها الخط الثالث ويبقى خط رأسي موجود لأسفل اهو بالمنظر ده، ادي كده. يبقى انا كده رسمت خلاص المنظور بتاعي، بس فاضل حاجة الاليبس ديت. الاليبس دي علشان ارسمها ايه اللي هيحصل؟ الاليبس دي في اي مسقط، طبعا دي دايرة عشان انا ارسمها على 30 درجة، هترسم اليبس في اي مسقط في المسقط الرأس، يعني هتترسم هنا. خلي بالك عشان ترسم الاليبس لازم ترسم معين، وعشان ارسم معين لازم يبقى عندي محاور. الاليبس دي وضعها وضع رأسي. يعني ايه وضع رأسي؟ يعني احد المحاور فيها هيبقى رأسي عمودي على افق اللوحة، والمحور التاني موازي خلاص للوجه اللي انا برسم فيه. يعني هو المحور التاني ده بتاعها هيبقى موازي للوجه الرأسي على 30 درجة. طيب انتوا كلنا عارفين ان انا الاليبس برسمها بمعين، تعالى نرسم الاليبس. الاليبس بتاعتي عشان تحددها طبعا هتحدد نقطة في المنتصف هنا، وهتبدأ ترسم ايه؟ المحاور بتاعتك. انا هرسم المحور بتاعي على اعتبار ان ده محور، طبعا انت بترسمه ايه؟ خط خفيف. انا كده رسمت المحور بتاعي. هتعمل ايه؟ هتاخد نص قطر الدايره فوق، نص قطر الدايره تحت، ونص قطر الدايره هنا، ونص قطر الدايره هنا. يبقى ده المحور الافقي اللي موازي خلاص لل30، وده المحور الراسي. ليه عملت كده؟ لان الاليبس في وضع راسي. لو انت عملت المحاور عكس كده، عملت محور افقي هنا ومحور افقي هنا، الاليبس هتطلع موازيه للمحور مين؟ موازيه للمستوى الافقي، وده مش مطلوب. هي المفروض موازيه للمستوى الراسي. يبقى اي اليبس موازيه للمستوى الراسي او موازيه للمستوى الجنبي لازم احد المحاور بتاعتها يبقى راسي. طب المحور الثاني هيبقى موازي للوجه اللي انا برسم فيه على 30 درجه. انا دلوقتي هبدا ارسم المعين بتاعي. انا دلوقتي ادي المحور الراسي وادي المحور الافقي، هبدا اخد انصاف الاقطار وارسم المعين بتاعي. يعني هعتبر ان هنا هيبقى في نص القطر هنا، ادي هرسم موازي هنا كده، وهرسم موازي الناحية التانية. طبعا انت واخد انصاف الاقطار، مظبط الابعاد بتاعتك. ربما الابعاد بتاعتي طبعا مش هتطلع مظبوطة قوي، واكمل المعين بتاعي ده. هنا من هنا لهنا نص القطر، من هنا لهنا نص القطر، من هنا لهنا نص القطر، ده اي ضلع فيهم يساوي خلاص قطر مين؟ القطر بتاع الإليبس او قطر الدايرة اللي معطاه عندك في الرسم. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هروح مكملة المعين، اكمل المعين بتاعي. بعد هروح مكملة المعين بتاعي، هرسم ايه؟ من راس المنفرجة ديت يا شباب، من راس المنفرجة هروح رسمة، هروح رسمة ادي المنفرجة، الضلعين المقابلين، الضلعين المقابلين هنا والضلع المقابل هنا. طبعا انا ده خطأ، هرسمه هشيله خلاص. هبدأ هنا هرسم، هبدأ هنا هرسم، ادي راس المنفرجة دي وادي راس المنفرجة دي. راس المنفرجة هنا ده الضلع المقابل لها وده الضلع المقابل لها. هاخد من راس المنفرجة اوصل كده اهو هنا، ووصل الضلع التاني كده. ماشي يا شباب؟ طبعا في منفرجة تانية برضو هعمل معاها نفس اللي اوصل من المنفرجة دي لمنتصف الضلع ده ومنتصف الضلع اللي هنا. طب السؤال ليكوا بقى، انا عاوزة ارسم الاليبس تحت ولا فوق؟ انا عاوزة ارسم اليبس تحت، يبقى انا لازم ارسم اللي فوق كمان. هرسم كده اهو، ادي راس المنفرجة كده من هنا. طبعا كل ده انت بتعمله بخط ايه يا شباب؟ خط خفيف، لان دي خطوط عمل. وبعد ما تخلص المفروض انك انت بتمسح. بعد ما تخلص يعني محدش فيكم يقعد خلاص يمسك القلم وخلاص ويضغط على اللوحة، وبالتالي لما يجي يمسحها هتبقى الرسمة بتاعته
خلاص الرسمة بتاعته مش نظيفة، ممكن ينقص عليها درجات. انا دلوقتي بقى عندي ادي راس المنفرجة وصلتها منتصف الضلع ده ومنتصف الضلع المقابل، وراس المنفرجة هنا منتصف الضلع ده ومنتصف، بقى عندي حاجة اسمها 7 حاجة اسمها 8. هركز اركز بقى، انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اركز هنا واعمل كيرف تحت، انا عاوز اعمل الكيرف اللي تحت. فهركز في راس المنفرجة دي بالضلع ده يا شباب، طول التمانية دي، طول ضلع التمانية يا ده يا ده. وبرضو هركز في راس، لو انا عاوز اعمل من فوق وده مش مطلوب، هركز هنا وافتح بالفتحة دي او دي. لو انت رسمك مظبوط، المفروض الاربع اضلاع دول بتوع السبعة وبتوع التمانية، ضلعين بتوع السبعة وضلعين التمانية بيبقوا متساويين. بس انت المفروض تقرر من الاول ان انا المفروض انا مش عاوز اللي فوق، فانا هركز هنا واعمل الكيرف ده. هركز هنا، ادي الكيرف، هجيب الكيرف ده هبدأ ارسم ده كده ماشي. ادي كده ايه، انا رسمت الكيرف مجازا يعني، خلاص طبعا انتوا هترسموا افضل مني. طب فاضل نص، في فاضل حتة كمان يعني، الكيرف ده كده ما كملش وكمل، فانا عاوزة ارسم الكيرف الموجود هنا، تقاطع السبعة مع التمانية هنا في نقطة، هركز بيها بالفتحة نهاية يا شباب. طول الحتة دي من اول تقاطع السبعة مع التمانية هنا، ده طول الضلع ده او طول الضلع ده بالظبط كده، من اول نقطة هنا للنقطة دي، هي نفسها من هنا لهنا، هي نفسها من هنا لهنا، هي نفسها من هنا لهنا. هركز واروح اعمل ايه، اعمل كيرف اهو، هركز هنا واعمل كيرف اهو، اعمل كيرف كده كده ماشي يا شباب. فطبعا ده مجازا، معلش عشان انا برسم بالورد. خلاص اللي انا عملت كده الكيرف، انا بعد ما اعمل الكيرف المفروض الخطوط دي، خطوط العمل دي امسحها، يعني المفروض الخطوط دي تتمسح، يعني مش لازماني خالص، انت المفروض تمسحها وانت موجود في الامتحان، كل خطوط العمل اللي انت عملتها دي تتمسح. عشان كده انا بقولك ارسمها خفيفة وخليك دقيق في خلاص الابعاد عشان تحدد السبعة والثمانية بتاعتك مظبوطة. الخط ده كمان هيتشال اهو، وده الخط ده هيتشال والخط ده هيتشال ماشي يا شباب. معلش الرسمة ترحل شوية. اوكي، على اعتبار ان انا وطبعا هشيل الخط ده دلوقتي وهبدأ ارسم الجزء بتاعي، لان انا مش محتاجة خط في النص زي ما هو، هرسم من هنا لهنا كده، من هنا لهنا ادي خط، ومن هنا لهنا الخط التاني. وهبدأ اكمل طبعا، ده طالع منه 3 نقاط، المفروض النقطة دي يطلع منها 3 نقاط، ادي نقطة وادي التانية، التالتة هتبقى فين؟ التالتة هتبقى هنا اهي. سوري، التالتة هتبقى كده. يبقى انا كده جبت مين يا شباب؟ جبت الجزء اللي فوق خلاص، المفروض يمتد من هنا، ومن هنا نفس الحكاية، من هنا نفس الحكاية اهو. طبعا الخط ده انا هشيله، وانا بس علشان انا برسم بالوورد، انت مش هتواجه المشاكل دي وانت في الامتحان. يبقى انا كده شغاله، خلصت المنظور ما عدا فيه جزء صغير، ما عدا فيه جزء تاني. طيب المنظور كده مش كامل، هيسيبولي كده هينقص درجات. ليه ينقص درجات يا شباب؟ لان المستوى ده ما كملهوشي، يعني ده ما ينفعش كده، ده في إليبس هنا وفي إليبس ورا. طيب انت قدامك حلين، يا اما تعمل، يا اما تعمل المعين تاني، نعمل المعين تاني، ادي هعمل معين تاني، ادي من هنا لهنا، ادي خلاص عشان انا عاوز ارسم إليبس هنا، ادي الضلع بتاعي موازي للـ30، واروح اعمل خط ايه، رأسي عمودي على افق اللوحة من المنتصف اهو كده. بس طبعا ده ارحله شوية
اهو كده. وطبعا ده هيبقى من هنا لهنا نص القطر، من هنا لهنا نص القطر، من هنا لهنا نص القطر. وابدا ارسم المعين تاني، انا بعيد لكم الكلام تاني، وابدا ارسم معين تاني، هبدا ارسم خط موازي لده، سكيب، هبدا ارسم الخط موازي اهو كده يا شباب، ماشي، موازي للتلاتيني من هنا، وموازي للتلاتيني من هنا. ما تخافش من تداخل الخطوط دي، ما فيهاش فيها مشاكل. بعد شوية هقول لك احنا ممكن نتلاشى الحكاية دي ازاي، او بتلاتيني كام من هنا. وابدأ اروح موصلة الخط ده طبعا عشان اكمل المعين بتاعي اهو، واروح موصلة الخط التاني اهو، اكمل دي. يبقى انا كده عندي المعين. يهمني ايه في المعين يا شباب؟ يهمني راس المنفرجه، خلي بالك، يهمني راس، ادي المنفرجه. يعني واحد يقول لي يعني ايه زاويه المنفرجه؟ الناس اللي بتاخد لغات زاويه المنفرجه هتلاقي ده خلاص معين، في زاويه صغيره خلاص اقل من 90، الزاويه دي والزاويه دي، الزاويه الاكبر من 90 بنسميها زاويه المنفرجه، او الزاويه الكبيره والزاويه الصغيره، ماليش دعوه بالزاويه الصغيره، خلاص الزوايا الكبيرة هي اللي معاك. ادي الزاوية الكبيرة اللي هنا والزاوية الكبيرة اللي هنا، اعمل فيهم ايه؟ اروح ده الضلع المقابل له وده الضلع المقابل له، هطلع منها، هطلع منها يا شباب بايه؟ بالخطين اهو. طبعا انت عاوز بس بدل ما تطلع من هنا كده وهنا وبعد كده تجيب من المنفرجة كده خلاص منتصف الضلع المقابل له ومنتصف الضلع اللي هنا، انا هقرر انا عاوز ارسم مين، عاوز ارسم الكيرف اللي تحت ولا الكيرف اللي فوق، انا ماليش دعوه، مش عاوز ارسم اللي فوق، عاوز ارسم اللي تحت. يبقى اتعامل مع المنفرجة دي بدل ما اعمل خطوط كتير ملهاش لازمه، هيبقى ده الضلع المقابل، منتصف الضلع المقابل لها، وهنا كمان اعمل خلاص منتصف الضلع التاني اهو. هركز هنا بقى، هركز هنا بالفتحه دي او دي، لان انا دلوقتي بالفتحه دي او الفتحه دي اقدر اعمل مين؟ اعمل الكيرف بتاعي اهو، هعمل الكيرف ده كده اهو، كده انا عملت الكيرف المناسب. طيب مفيش حل تاني؟ مفيش حل تاني؟ لا، في حل تاني. الناس الشاطره خلاص اللي مركزه معايا تقول طب انا، ما هو المعين ده هو المعين اللي انا رسمته قدام، طب انا كنت رسمه المعين اللي قدام علشان اجيب راس المنفرجه اللي فوق وارسم ده، طب المسافه ما بين المعين ده والمعين ده قد ايه؟ المسافه دي حوالي كان مكتوب هنا 16، فانا بمجرد ما ترسم المعين ده وتجيب راس المنفرجه اللي هترسم، اللي هترسم بيها الكيرف، طب ما انت ترحلها لجوه، ترحل راس المنفرجه دي لجوه كام؟ 16، وتبدا تركز فيها بنفس الفتحه اللي ركزت فيها هنا وعملت الكيرف ده، هتروح جايب الكيرف ده من غير ما ترسم المعين التاني. تاني انا كنت رسمه معين هنا، كنت رسمه ليه؟ علشان اجيب راس منفرجه عشان ارسم الكيرف ده. طب ما راس المنفرجه اللي انا ركزت فيها هنا عشان ارسم الكيرف ده هي نفسها راس المنفرجه ده، بس البعد ما بينهم كان كام؟ كان 16، فاخد راس المنفرجه دي وامشي كده مايل خلاص موازي ال 30 في الجهه ده، في الجهه دي، ليه؟ لان الاليبس بعيده عن الاليبس القداميه في الاتجاه ده، وهركز بيها في نفس الفتحه اللي ركزت هنا بيها واعمل الاليبس ده. طب انا دلوقتي محتاجه كمان جزء من الاليبس، يبقى انا محتاجه تقاطع السبعه مع الثمانيه، يبقى اعمل ايه؟ اعمل الخط ده علشان اجيب تقاطع السبعه مع الثمانيه، اوصل ده منتصف الضلع اللي هنا، بس بعمل الخط المحتاج تقاطع السبعه مع الثمانيه اهو. انا عاوز اعمل كيرف هنا وعاوزه منه محتاج الحته الصغيره دي، هركز هنا كده، هجيب الضلع ده، انا هركز هنا ماشي بالفتحه دي او دي عشان تعمل حته الكيرف الصغيره دي يا شباب، ماشي. انا كده عملت حته كيرف صغيره، طيب هي مش واضحه، نعملها تاني، هركز هنا اهو، وبعدين اجي هنا، وبعدين اجي خلاص لجوه، يعني انا كملت الكيرف بتاعي اللي جوه. طب برضو نفس الموضوع، انا كنت عامله الكيرف ده انا عاوزه انقله، طب ما هو كان ليه
راس خلاص زاويه انا بعمل بيها، يعني الراس اللي انا ركزت فيه عشان اعمل الكيرف ده كانت موجوده بعد ما عملت المعين من تقاطع 7 مع الـ8. طب انا بعد ما بدل ما كنت اعمل المعين ده، طب ما ارحل الراس دي لجوه مسافه تساوي كام؟ 16. وبنفس الفتحه اللي انا ركزت بيها علشان اعمل الجزء ده اركز بيها هنا عشان اعمل الجزء التاني. بعد ما اخلص خالص اروح مسحه كل اللي انا عملته ده، طبعا خطوط العمل علشان الشغل بتاعي يبان. طبعا بتمسح بس خطوط العمل بتاعتك اهي، وده كمان كده. يبقى احنا رسمنا ايه؟ المنظور بتاعي. وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله.